ما أوصى به عبد الله بن عباس. This is what عبد الله بن عباس had commanded us to do. بعد وقوع الفتنة. After the falling of the fitna. إذا جاء الرجل يحدث ويتكلم في الدين يقول قلنا لا. Stop. If the man was to come and start to speak with religion, we tell him to stop. سموا لنا رجالكم. Name your men. Name your scholars. من شيوخ؟ Who taught you? هذه مسألة مهمة، لذلك نذكر نحن شيوخ أحمد حتى نعرف من أحمد. Therefore we mention who's the sheikhs of Ahmed, so we know who's Ahmed. ذكر العلماء أن شيوخ أحمد يزيدون يعني أكثر more 280 شيخا. The scholars have mentioned that the scholars of Imam Ahmad ibn Hanbal have exceeded 280 scholars. لذلك نحن نذكر يعني المعروفين المشهورين. Only the ones that are very famous. سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. جبل. أمير المؤمنين. إمام في السنة. إمام في الحديث. نعم. إمام السنة. إمام الحديث. يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان. جبل. Another mountain. أبو نعيم صاحب التصانيف العالم الجليل. أبو نعيم who wrote many of the books. أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. كاد أن يسمع مباشرة من ابن المبارك مع أنه كان حريصا، وهذا دليل على أن الطالب يحرص على من. نعم. He was Sheikh Imam Ibn Hanbal was almost going to listen from Abdullah ibn Mubarak, and this is an evidence of how careful or how keen he was. فلما سمع أن ابن المبارك وصل البصرة. When he heard that Abdullah ibn Mubarak arrived to Basra. انطلق إلى البصرة. Immediately he headed towards Basra. ولكن لما جاء قيل له سافر. But when he arrived to Basra, it was said to him that he had already left. لأن عبد الله بن المبارك كان فقط في طريقه إلى الحج. فمر بالبصرة حدث ثم ذهب إلى مرو. نعم. Because Abdullah ibn Mubarak was on his way to perform pilgrimage. وتعرفون من هو عبد الله بن المبارك. You all probably know who's Abdullah ibn Mubarak. أيضا وفق إمامنا رحمه الله بشيوخ حدثوا عنه، وهذه ميزة عظيمة جدا، يعني شيخ ثم الشيخ يحدث عن التلميذ. نعم. إمام ابن حنبل had a special attribute. Some of his sheikhs that he studied from actually went afterwards and narrated from him. وهذا قليل جدا. This is a very rare. يعني شيخ يحدث عن تلميذه. Yet you see a sheikh that quotes his student. هذا يدل على ماذا؟ أن التلميذ. This basically is an evidence that the student is very strong. منهم يعني من هؤلاء شيخه وحدث عنه وكيع بن الجراح. Among those ones who quoted him is وكيع بن الجراح. وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرحمن بن مهدي. كل هؤلاء يا إخوان أئمة في الحديث والعقيدة والدين. نعم. All of those names are imams in عقيدة and حديث. ومنهم محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. Among them is الإمام الشافعي. Among them is الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي. شيخه وحدث his teacher and he also quoted him. ومنهم عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف الكبير الإمام الجليل. Among them is also عبد الرزاق الصنعاني the big imam. علي بن المديني. علي بن المديني also quoted him. يحيى بن معين. يحيى بن معين as well. كل هؤلاء شيوخه وحدثوا عنه. All of those were his scholars and they also quoted him. هذا بعض من شيوخه. Some of his scholars. وكذلك مما يذكر ويعتنى به عند سلف الأمة. Also some of what really we must pay attention or earlier Salaf paid attention to. بعد ذكر الشيوخ يذكرون التلاميذ. After they mention the scholars, they mention the students. لماذا؟ Why? حتى تعرف أثر هذا في تلاميذه. So you know the impact that the scholar had left in his students.
احنا طبعا ذكرنا الشيوخ الذين حدثوا عنه وغير هؤلاء التلاميذ الخلص. اسمع, the students now are الامام البخاري, البخاري صاحب الصحيح, is the student of احمد بن حنبل, الامام مسلم, الامام مسلم, ابو داود, ابو داود, الترمذي, الترمذي, النسائي, الامام النسائي, ابن ماجه, ابن ماجه, ولكن عن رجل, نعم, through a connection, ومحمد بن يحيى الذهلي الامام العظيم قرين البخاري. الامام محمد بن يحيى الذهلي he was comparable to الامام البخاري as well. ابو حاتم امام الجرح والتعديل, امام ابو حاتم دي امام او الجرح والتعديل. هؤلاء تلاميذه. تعرف التلاميذ, تعرف الشيخ. These were his students. Now I think you have an idea who's Imam Ibn Hanbal is. الآن ننتقل إلى بعض ما قال عنه العلماء. Now let's reflect upon some of what the scholars had said about him. اسمع وتدبر وافتح قلبك يا عبد الله. Now listen and open your heart and ponder upon. قال عنه عبد الرزاق. عبد الرزاق had said about him. الرزاق الصنعاني. الصنعاني المصنف الكبير. هذا شيخه وحدث عنه. This is his sheikh and he also quoted him. Listen to what he said. يقول ما رأيت أحدا أفقه ولا أروع أورع من أحمد. I have never seen anybody more knowledgeable in jurisprudence and more God-fearing than Imam Ahmad ibn Hanbal. هو تلميذه. And this is his student. أحمد تلميذه. Ahmad is his student. This is what the الذهبي رحمه الله يعلق. الذهبي comments on this quote, on this statement. يقول قال هذا. This one said. يعني الصنعاني قال هذه العبارة. أي الصنعاني said this. مع أنه قد رأى الإمام سفيان الثوري. الصنعاني had actually said this despite the fact that الصنعاني had seen الإمام سفيان الثوري. واضح. You get the point. لأن أحمد إمامنا لم يرى الثوري. أحمد had never seen the Imam الثوري. الثوري مات. الثوري died before. نعم, قبل أن يأتي أحمد إلى العراق. Before Ahmed arrives to Iraq. فالشاهد الصنعاني شاف الثوري, والثوري الأمة كلها تشهد له بالإمامة والزهد والورع. نعم. الصنعاني saw الثوري, and الثوري is just recognized. Entire nation recognizes as Sufyan al-Thawri with the imamah, with the leadership in knowledge and religion. والصنعاني أيضا رأى الإمام مالك رحمه الله. والصنعاني also had seen the Imam Malik. ومع ذلك يقول ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد. Despite all of that, he still said, "I have never seen more knowledgeable in jurisprudence and more God-fearing than Imam Ahmad ibn Hanbal." أيضا من أحد شيوخ الإمام أحمد شيخ يقال له قتيبة. Among his sheikhs is Sheikh known by Abu قتيبة. حدث عنه أحمد كثيرا في المسند. أحمد had quoted him a lot in his book المسند. قتيبة يقول عن أحمد. الشيخ يقول عن التلميذ. قتيبة says about